صباح الخير، انا مش شايفاكم طبعا عشان الجلير بتاع الشمس، بس اتمنى انتوا تكونوا شايفيني. معلش بقى البتاع معوجة، ما عنديش الحامل حلو، كل شوية الحامل بيبوظ من الشمس، وطبعا في المطبات هيقعد يقع، انا عارفة. يلا انتوا تخيلوني وخلاص بقى، اللي مش لو وقع الحامل تخيلوني. صباح الخير على عيونكم، محدش يقول الساعة 5 عشان انا بقول دايما صباح الخير. انا رايحة بقى ايه، انتخابات مجلس الشيوخ، وانا عارفة ان كتير ناس سألوني ايه اهمية مجلس الشيوخ، وهل احنا بحاجة اليه وكده. فانا عايزة اقول لكم بريف كده على ما اوصل المدرسة البريطانية اللي انا هنتخب فيها. الصورة معوجة، معلش سامحوني، الحامل سيء وعمال يتعوج، وانا مصلباه كده بيبوظ من الشمس، كل ما اجيب حامل للموبايل في العربية يبوظ من الشمس. انا عارفة اني مقصرة معاكم في اللايف، وكنت وعدتكم كذا مرة وعود لم تتم ان احنا هنعمله مرة اسبوعيا والكلام ده، بس مشغولة فعلا الفترة دي في كتاب جديد بعمله، أنطولوجيا شعرية مترجمة عن البريطاني والإنجليزي، سيصدر إن شاء الله قريبا. يعني أنا في مرحلة المراجعة والبروفة، فده اللي معطلني شوية عنكم وعن اللايفات، بس والله العظيم دايما في بالي وبأنس بيكم، يعني بأنس بكل أصحابي في ال هقول لكم كل حاجة دلوقتي عن مجلس الشيوخ حسب معلوماتي يعني وحسب إدراكي السياسي. شوف بيقول لي روتيت ذا فون، هو حاسس انه معوج فمش عاجبه العوجة دي. انا معوجة كده، انا عارفة، معلش نبقى معوجين بيقول لك ايه، اقف معوج واتكلم عادل. احنا ايه معوجين دلوقتي، هنحاول نتكلم عادل بقى. فانا مقصره معاكم، بس ان شاء الله هحاول شويه ابقى دايما معاكم، لان انا بقى ناس بيكم وبستفيد منكم وبتعلم منكم من ارائكم، وبقرا كل التعليقات زي ما انتم عارفين في اي لايف. ف انا يعني اللي بخسر اني مش بطلع معاكم لايف، يا جماعة حد يقول لي على حامل حلو للموبايل، كل ما اجيب حامل يبوظ من الشمس. انا دلوقتي حتى الموبايل نفسه ممكن يسخن من الشمس، لو ساخن بقى يعني ايه، احاول اختصر الكلام علشان اخلص اللي عايز اقوله. ايه فايدة مجلس الشيوخ وليه احنا طبعا مجلس الشيوخ ده اتعمل في التعديلات الدستورية 2019 ان يبقى فيه غرفة تانية للبرلمان غير الغرفة الأولى اللي هي إيه؟ اللي هي مجلس النواب يعني. مجلس الشيوخ يعني في دساتير العالم أحياناً بيبقى فيه مجلس واحد أو مجلس بغرفة واحدة أو مجلس بغرفتين. النظام ده له فوائد والنظام ده له فوائد، والنظام ده له عيوب والنظام ده له عيوب. أنا هقول لكم بريف يعني إحنا ليه عملنا تعديلات الدستورية في 2019 ان يبقى فيه غرفة ثانية للبرلمان. البرلمان اللي احنا عارفينه اللي انتخبناه في 2015
غرفة واحدة، لأن في التعديلات الدستورية 2014 اتلغى القرار بعمل مجلس شيوخ. مجلس الشيوخ بيسمى في العالم بمجلس الحكماء، عشان كده اسمهم شيوخ. شيوخ مش بمعنى ان هم مشايخ يعني، ولا ذقون زي اللي شفناها نازله دي في الانتخابات، ولكن شيوخ بمعنى ان هم السناتورز، يعني زي اللي هو حكماء، يعني ممكن يكون حد شاب بس شيخ بمعنى انه حكيم. علشان كده دايما في مجلس الشيوخ بيبقى يشترط ان يكون مؤهل جامعي، بينما في البرلمان ممكن حد يكون يدوب بفوق الخط، مثلا عن العمال او الفلاحين او كده، مش بيشترط ان يكون في شهادة جامعية. لكن في مجلس الشيوخ بيشترط، برسي على الكلام الحلو منكم كلكم، يعني في مجلس الشيوخ بيشترط، او مجلس الحكماء كما يسمى في كثير من دول العالم، يشترط ان يكون جامعيا فما فوق، يعني جامعي، ماجستير، دكتوراه، ام سو اون، يعني بحيث انه يكون على الاقل يعني عنده فكر سياسي وفكر اقتصادي وفكر تشريعي محترم، يعني يجوز انه يكون الغرفة التانية للبرلمان. ايه فوائد مجلس الشيوخ او وجود في غرفة ثانية للبرلمان؟ هو اول فائدة هي انه نزع السلطة المطلقة للبرلمان، ما يبقاش البرلمان الغرفة الواحدة له الصلاحيات مطلقة في تشريع القوانين وفي سن المعاهدات الاقتصادية والقوانين الاقتصادية الى اخره. لما بيكون في غرفة ثانية فبتحد شوية، تحد من صلاحيات الغرفة الواحدة او البرلمان، فبيكون في زي ظل من آخر، بحيث يبقى في فكر متكامل نظرا للاختلاف بين يعني المؤهل وطبيعة المرشح في البرلمان اللي هو مجلس النواب ومجلس الشيوخ. زي ما قلنا ان مجلس الشيوخ او مجلس الحكماء لازم يكون جامعي فما فوق، وبالتالي بيبقى عنده مفردات فكرية يعني ربما ايه مختلفة عن المرشح في البرلمان اللي ممكن يكون جاي من خلفية ثقافية اعلى او متوسطة او بسيطة جدا الى اخره، لانه يمثل الشعب. البرلمان يمثل الشعب، وفئات الشعب مش يعني إليت، مش كلها تعليمهم عالي، مش كلهم مهندسين، مش كلهم تجاريين، مش كلهم فلاحين، مش كلهم عمال، في كل انماط الشعب. عشان كده البرلمان لازم يكون فيه يمثل كل فئات الشعب، لكن مجلس الشيوخ او الحكماء بيكون شوية نخبوي، او المرشح فيه بيكون من الصفوة، يعني الصفوة الفكرية طبعا، مش الصفوة الطبقية ولا الايه. طبعا انا الحاجات اللي بعملها زي ما قلت لكم، ان درجة الحرارة بس سيئة يعني وقفت الايفون. يعني نكمل كلامنا، بنقول ان مجلس الشيوخ او الحكماء يحد من صلاحيات البرلمان المصري، علشان ما يكونش له سلطة مطلقة في سن القوانين. صحيح مجلس الحكماء او الشيوخ بيكون قراره استشاري، استشاري يعني consultants، يعني مش ملزم ولكنه رأي اخر، كأننا بنعمل عصف ذهني و برين ستورمينج يعني، ويبقى اضافه للبرلمان في التشريع، فبيبقاش القرارات الاقتصاديه والتشريعيه ومساءله الحكومه مطلقه للبرلمان ذو دي الغرفه الواحده يعني. فالغرفه الثانيه للبرلمان اللي هو مجلس الشيوخ بيقوم بدور استشاري والتعضيدي او تدعيمي للمجلس او الغرفة الاولى في البرلمان اللي هو مجلس النواب، بحيث ان يبقى في رأيين بدل رأي، وقراران بدل قرار واحد الى اخره. ده له مزايا زي ما قلنا، انه بيحد من السلطة، سلطة البرلمان او الغرفة الاولى،
ولكن في نفس الوقت من عيوبه انه ممكن يعرقل شوية تشريع قوانين، لان بيبقى فيه ساعات نزاعات بين مجلس الشعب، مجلس النواب يعني، ومجلس الشيوخ او مجلس الحكماء، فاحيانا بتتأخر الى تشريع القوانين وصك القوانين الا اذا بيوصلوا الى قرار مشترك. طبعا انا بدعو الناس كلها انها تنزل تشارك في الانتخابات مجلس الشيوخ، لان ده واجبك وحقك، واجب وحق، واجبك انك تساهم في تدعيم قرارات الدولة، لانها عايزة غرفة تانية للبرلمان فنحن معها، وفي نفس الوقت حقك انك تقول صوتك. وانا عارفة ان في اسئلة جاية لي هنا ان كتير مش عارفين عن المرشحين، فكيف لنا في المدرسة البريطانية؟ انا عديت ولا ايه؟ الانتخابات بقى والمناظر الحلوة ايه؟ يا رب لا إرادتنا بس اصلا هنا بقى. دايما يقول لك الستات ما بيعرفوش يتكلموا العربية. انا باركن كويس اهو زي القرد، ولا ست انا ولا مش ست ولا ست كوبايات انا. دايما من الحاجات يقول لك سين سين سين، يعني ايه ست سيئه سيئه، يعني اوحش يا ست ما بتعرفش تسوق، او هكذا يشاع عنا يعني، وسيئه يعني ما بتعرفش تسوق طبعا، وسيئه اللي هي المفروض ان يعني عربيه تعبانه يعني، سين 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 ست سيئه سيئه، زي شين 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 شقاوة شباب شبرا. طيب قبل ما انزل، العالم فين؟ العالم فين يا عفاف؟ العالم اهو. فانا عايزه طبعا النهارده تاني يوم في الانتخابات، امبارح كان 11 و12، اتمنى اللي ما نزلش لسه النهارده لغايه الساعه 9 ينزل ويشارك، لان ده حق وواجب. معلومات غير متوفره كتير عن المرشحين، لكن كل لديه حدسه، حدس ح د س، والحدس هو الإحساس، الإحساس بطبيعة المرشحين. طبعا في أحزاب وطنية احنا عارفينها، مش حاضر أقول أكتر من كده، وفي أحزاب لا تعترف بالوطن ولا تحترم السلام الوطني ولا تحترم المواطن المصري وتصنفه على أسس عقدية. طبعا دي أحزاب هادمة للأوطان، حتى وإن يعني كان لها نصيب من تأييد القانون. اللي سألوني حزب النور ليه مش بيتشال مع إنه حزب وطني، حزب ديني، إحنا طبعا الدستور يمنع الأحزاب الدينية. حزب الوطن، حزب النور، حزب النور ليه بيتمتع ب يعني ليه موجود، رغم ان احنا دستورنا صريح ولا يقر ويجرب الاحزاب القائمه على اساس ديني. ليه موجود حزب النور؟ موجود لان هناك بعض المسيحيين اللطفاء اللي دخلوا حزب النور. ما تسالنيش ليه، لان انا مش فاهمه الحقيقه، بس اشتركوا في حزب النور، حزب النور اللي بيكفرهم يعني، وحزب النور اللي انا مش عايزه اتكلم يعني، بس تندهش جدا انك تلاقي مسلم طبيعي متحضر كده جميل يدخل حزب النور، بس انك تلاقي مسيحي فتستغرب جدا وما تعرفش تقول ايه. فلو في مسيحي واحد في حزب النور ما بقاش حزب ديني حضرتك، لان في مسيحي، ما بالك بقى هو حبة كده حلوين دخلوا حزب النور، الله يسامحهم بقى. ففقد حزب النور السمت الديني، فأصبح حزبا عاديا، انه في مسلمين ومسيحيين حضرتك، فما نقدرش نشيله بالقانون، لان لو في مسيحي واحد يبقى مش حزب ديني، لانه في مسلمين ومسيحيين، هم ما باتشيهم يعني، فيبقى اذا فقد فكره الحزب الديني، وبالتالي ما نقدرش نرفع عليه قضايا ولا نقدر ايه
نوقفه بالدستور الذي ينص على تجريم او منع او عدم وجود او قيام احزاب دينية. انا بقى حضرتك البس بقى الكمامة بتاعتي معايا مطوتي في جيبي طبعا. كانت بتقولي ايه يا عبلة كامل؟ مطوتك في جيبك ومسطرتك في ايدك وقلمك وكراستك تدخل الامتحان وانت مطمن. هنزل بقى اكمل اوريكم بقى المناظر الحلوه في الانتخابات، وربنا يولي الاصلح زي ما انا قلت في البوست. زي ما حكيت لكم اهتموا بالانتخابات، ما تقولوش ايه فايده الحزب، ايه فايده مجلس الشيوخ زي ما اتكلمت من شويه. اللي ما لحقنيش في قبل كده يسمع الفيديو من اوله، مجلس الشيوخ مهم ويقرا، يعمل سيرش ويقرا ليه احنا متحمسين ان احنا ننتخب. يعني كل واحد كويس بتنتخبه كانك بتشيل واحد وحش، خد بالك من النقطه دي مهمه دي. ما تقولش انا صوتي هيفرق. صوتك هيفرق، لان لو انت اديت صوتك لحد محترم فانت بتمنع حد مش صالح انه يدخل. فصوتك كاونتس او مهم يعني. فارجو ان احنا نشعر بالحكاية دي وما نستقلش صوتنا وننزل يعني ننتخب في كام ساعة اللي فاضلين من هذا اليوم. هحاول اجيب العلم وننزل للانتخابات. هحاول اصور لكم شوية مشاهد كده من الانتخابات عشان تشوفوا الناس ازاي مهتمة. بس استنوا ما اجيب العلم. يلا على مصر الجميلة اهو. ننزل بقى ايه ننتخب. انا عايزة اعدل البتاعة دي بتتعكس ازاي علشان تشوفوا انتخابات. أول مرة انتخب بالكمامة. نعم. هل سوري؟ ايه. هل سوري؟ اه. لا ممنوع. طيب. ده ايه ده لايف؟ اه. لا طب سألت عادي معايا دي واحدة. أنا فاطمة نعوتي. ما أنا عارف. كنت أنت اللي جت لك البيت يوم الثلاث. واضح إنه ممنوع يا جماعة اللايف. باي باي. هبقى أقول لكم اللي حصل بعد كده.